ازميلي بص يا زميلي دي بص يا زميلي دي بص بقى دي لعشاق بريك بقى. الفيديو ده لعشاق بريك حرفيا. كنت ماشي في السوبر ماركت ولقيت الكرتونه دي كرتونه بريك وفيها كمان طعم جديد اللي هو بطعم الباربيكيو المدخن. مكتوب هنا 4+1 معاها واحده مجانيه وهنا كيس هديه جوه. الكيس بقى الهديه ايه؟ هو هنا مقسمها لك. الكرتونه كبيره قوي قوي على فكره. 2 بالفلفل الحار، 2 بالخضروات، والجديد بقى هنا اللي هو الهديه اللي بالباربيكيو. سعر الكرتونه دي 20 جنيه. دي شكلها سهله، هي مجهده شويه بس مجهده. نفتح بقى ونشوف اللي جواها بقى. ده اللي جواها ده تحت كده. انا ماليش مكان والله في الكاميرا، ماليش مكان. ازيك يا زميلي عامل ايه؟ يعني اكيد انت شايف ايه النظام. يعني بصوا حجم الكيس كبير جدا جدا. دول الخمسه اللي جايين معاه، 2 بالخضروات اللي هو ده والجديد اللي بالباربيكيو، و2 اللي هو بالشطه. ده اللي هو المشطشط ب5 جنيه، مكتوب هنا اهو ب5 جنيه، وده الجامبو بتاعه كبير جدا جدا. نفتح كده ونشوف. ده شكله كده من جوه اهو، اكيد يعني كله ده بريك، يعني هو بيبقى شكله عامل كده وبيبقى طعمه حلو جدا جدا. ده كده اللي بالشطه، تعالوا ندوقه. طعمه بوزو عادي جدا، في سنه شطه كده يعني، لكن حلو جدا جدا ب5 جنيه على فكره، والكميه شايفها ان هي كتيره يعني. ندخل بقى على اللي بالخضروات. ده شكله برضه نفس الشكل ولكن اخضر يعني وبالخضروات. نفتح كده ونشوف. ده شكله من جوه، كميه كتيره جدا جدا على فكره. ندوق كده، بسم الله. طعمه حلو، مش حلو ان هو طعمه جميل وكده، لا هو طعم الخضروات حلو. في برضو كده حاجه برضو في الشيبسي برضو نفس الطعم كده اللي هو بالباربيكيو الحلو يعني. فده هو فيه طعم خضروات وطعم حاجه مسكره كده سيكه، فرايق جدا جدا. نيجي بقى للطعم بقى الجديد، الباربيكيو المدخن. هم اصلا عاملين اصلا الهيصه دي كلها والعلبه دي كلها على ده. كاتبين هنا طعم جديد لفتره محدوده، وده شكله باربيكيو مدخن. هما برضو اذكياء برضو، هو بدل ما ينزلك المنتج الجديد ده في السوق، لا هعمل لك علبه عشان تاخد المنتج الجديد، وعلشان تاخد المنتج الجديد لازم تاخد 4 من القديم وتدفع 20 جنيه عشان تدوق بس المنتج الجديد. ماركتنج يعني، ماشي يا بري. نفتح بقى كده اللي بالباربيكيو. ريحته باربيكيو جدا جدا. ده اللي جوه ريحه الباربيكيو حلوه قوي، تعالوا ندوق. بسم الله. حاولت ان احدد ايه هو الطعم ده، مش عارف، ولكن هو باربيكيو مدخن. ولكن انا حاسس ان انا دقت الطعم ده في حته قبل كده، في شيبسي قبل كده او حاجه قبل كده، ممكن ليز مثلا، ليز برده بالباربيكيو مدخن. حاسس برده انا حاسس ان انا دقت الطعم ده قبل كده. يعني طعم الباربيكيو فيه خفيف بصراحه قوي، انا قلت ان هو عشان جديد بقى وكده فهيبقى طعم الباربيكيو جامد قوي قوي، مليان فليفرز كده يعني، ولكن طعم الباربيكيو كان خفيف قوي قوي فيه. ولكن على بوزو 5 جنيه شغال يعني. لكن انا شايف ان الموضوع اللي هو كرتونه وعشان واحد جديد فتاخد 4 قديم وتدفع 20 جنيه وكده، شايف ان هي الليله كبيره قوي قوي ملهاش لازمه، وكنت تنزله عادي في السوق ب5 جنيه وخلاص. مش لازم عشان اشتري الجديد ده لازم اجيب الاربعه كلهم واخد معاهم واحده هديه واجيب العلبه ب20 جنيه وكده يعني، مش لازم، هيصه على الفاضي. بس لو عندك اي منتج جديد عايزنا نجربه اكتب لي تحت في الكومنت ونجيبه ونجربه سوا. شير بقى في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 فار وقت. وانستجرام هنا ما تنساهوش عشان بنقدم هناك عظمه جدا جدا ومحتوى تاني غير اللي احنا بنقدمه هنا. ميني فلوج بقى يا زميلي على ايامنا في الجيم، على حاجات مضحكه. بصوا هناك دلع يعني، وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.